السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أتولي كروشي سيرينا لتعليم الكروشي خطوة بخطوة. قبل أن نبدأ درس اليوم، ادعمونا بإعجاب واشتراك في قناتنا، وإذا كنت مشترك فعل الجرس حتى يصلك جديدنا، وتشارك دروسنا مع أصدقائك وكل من يهتم بالكروشي والفن اليدوي إجمالا حتى تعم الفائدة للجميع. ولا تنسوا صفحتنا على الفيسبوك التي يمكنكم نشر تطبيقاتكم لدروسنا واقتراحاتكم عليها وفتح محاور للتناقش في مجال الفن اليدوي. في الفيديو سنقوم بالجزء الثاني للقطعة المشتركة لجميع الورود، وهو المتمثل في هذه القطعة. هذا هو الجزء الثاني للقطعة المشتركة لجميع الورود. نبدأ. اشتغلنا في الفيديو الفارط هذه القطعة الوسط، الآن سنقوم بالجزء الثاني. كما سبق أن وضحت لكم، دائما سنشتغل فوق هذه الخيوط لنقوم بتنظيف القطعة في آن واحد حتى لا نتعب فيما بعد. أين سنثبت الآن الخيط الذي سنشتغل به؟ وهو الخيط الوردي. أنا اخترت هذا الخيط الوردي الذي سأشتغل به. كما قلت لكم سابقا، اختيار الألوان هو من اختياركم أنتم، المهم أن تكون الألوان متناسقة فيما بينها، أو كما يمكن أن نشتغل بلون واحد. إذا هنا كما نلاحظ، اشتغلنا ثلاثة غرزة حشو فوق غرزة العمود بلفة كما نرى هنا. سنأخذ ثاني غرزة حشو اشتغلناها هنا ونبدأ بالشغل عليها. ثاني واحد، هذه عدد اثنين. نستحق الكثير من الضوء لأنه عمل رقيق جدا. هذه غرزة الحشو الثانية التي سأبدأ منها. الخيط سأثبته كما ثبت بالمرة الفارطة. إذا سأخذ الخيط وأشتغل، أدخله في غرزة الحشو كأنني لدي العقدة البداية من الأول. أقوم بغرزة سلسال، ثم أقوم بغرزة حشو في نفس الغرزة التي بدأت بها الشغل. هكذا يتم تثبيت الخيط. ثم نشتغل فوق هذه الخيوط، نشتغل فوقها. إذن واحد، غرزة حشو عدد اثنين. إذن فوق كل غرزة حشو سنقوم بغرزة حشو. ثلاثة، سيرهقنا قليلا العمل فوق هذه الخيوط، ولكن هي أنسب طريقة لتثبيت الخيط حتى لا ينتزع في آخر العمل. أربعة، خاصة هو خيط حرير. خمسة، ستة، سبعة، سنشتغل إلى أن نصل إلى الطرف الثاني. ثمانية، تسعة، عشرة، وأحد عشر فقط. أي سنقف عند أول غرزة حشو فوق العمود. نقوم باقتطاع الزائد. والآن ماذا سنقوم بفعله؟ سنقوم بالصعود بأربع غرزة سلسال، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة غرزة سلسال. ثم سنفوت هذه وهذه ونقوم بتثبيت في هذه.
أي سنقوم بترك غرزة غرزة حشو ونقوم بالثانية بالتثبيت في الثانية ونقوم بغرزة عمود بلفة. اثنان سلسال نقوم بتفويت غرزة حشو ونقوم في الثانية ونقوم بالتثبيت في الثانية غرزة عمود بلفة. ولكن لن نصل إلى آخر السطر بهذه الطريقة. واحد اثنان غرزة سلسال ثم نفوت غرزة ونقوم بالتثبيت في الغرزة الموالية. واحد اثنان نقوم بغرزة عمود بلفة في الغرزة الأولى نفوتها نقوم بالتثبيت في الغرزة الثانية. ثم نتوقف عند هذا القدر لا نكمل إلى السطر الأخير. في الأخير سنتحصل كما ترون هنا على 4 حلقات 1 2 3 4 ولن نواصل إلى آخر غرزة. سنفهم بعد ذلك لماذا. الآن سنقوم بالصعود بخمسة غرزة سلسال 1 2 3 4 5 سنقلب الشغل ونقوم بالتثبيت فوق كل غرزة عمود بنفس الطريقة عمود بلفة 2 غرزة سلسال عمود بلفة فوق العمود الذي قبله بهذه الطريقة. سنقوم بهذه الطريقة 3 أسطر أي هذا السطر الأول وهذا الثاني سنزيد سطر آخر 1 2 غرزة سلسال نقوم بالتثبيت فوق العمود السطر الذي قبله 2 غرزة سلسال ونقوم بالتثبيت 2 فوق العمود الذي قبله. هنا كما تلاحظون نحن صعدنا بالسلاسل. إذن سنقوم بالعد 1 2 3 نثبت في الثالث بهذه الطريقة. نقوم بالارتفاع بخمسة غرزة سلسال 1 2 3 4 5 نقلب الشغل ونقوم بغرزة عمود بلفة فوق الغرزة العمود السطر الذي قبله 2 غرزة سلسال ثم نثبت بغرزة عمود 2 غرزة سلسال ونثبت بغرزة عمود 2 غرزة سلسال ثم نثبت بغرزة عمود. وكما نلاحظ سنعود السلسال رقم 3 سنثبت فيه 1 2 هذا رقم 3 هكذا أنهينا هذا الطريق. والآن ماذا سنفعل؟ سنقوم بالدوران سنعود أدراجنا إلى أن نصل إلى نقطة البداية هنا. طيب إذن أوضح لكم أكثر. سنقوم أرجو أن يكون واضح. سنقوم بالعودة لأدراجنا التي صعدنا بها حتى نصل إلى غرزة البداية التي انطلقنا منها هنا. نقوم بثلاثة غرزة سلسال نثبت بغرزة حشو في هذه النقطة واحد اثنان ثلاثة غرزة سلسال ثم نثبت في بداية السطر هنا بغرزة حشو ثلاثة غرزة سلسال واحد اثنان ثلاثة ثم نثبت بغرزة حشو في البداية عند نقطة البداية ثم نقوم بغرزة منزلقة في نفس الغرزة
ونقوم بغرزة سلسلة، ثم نقلب الشغل. الآن سنقوم بغرزة الحشو على كامل القطعة، دائرة القطعة، فنقوم بغرزة حشو. بعد أن قمنا بغرزة سلسلة واحدة، نقوم بغرزة حشو في نفس الغرزة البداية، واحد ثم واحد، اثنان، الثالثة، هنا أين تجتمع، أين ينتهي السطر. نكمل، واحد، اثنان غرزة حشو، ثم فوق غرزة الحشو هذا. عندما نصل إلى الركن سنقوم بأربع غرزة حشو، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ثم فوق غرزة العمود نقوم بغرزة حشو. إذن نقوم بنفس العمل في هذه فوق أين يوجد السلسال، سنقوم باثنين غرزة حشو، ثم غرزة حشو فوق غرزة العمود، اثنين غرزة حشو في الفراغ، واحد، اثنين غرزة حشو فوق غرزة العمود، نواصل، غرزة، اثنين غرزة حشو فوق غرزة العمود، نواصل، غرزة، اثنين، ثلاثة، أربعة بالنسبة للركن. ثم نقوم بتثبيت غرزة حشو فوق نهاية السطر. اثنين غرزة حشو في الفراغ، ثم غرزة حشو فوق الغرز، اثنين غرزة حشو، ثم غرزة حشو فوق غرزة حشو البداية. ثم نقوم بمنزلقة كما ترون هنا. تمت إنجاز هذه القطعة نفسها كما نشاهد هنا. ماذا سنفعل الآن؟ سنقوم بالسطر الأسود. السطر الأسود سيكون فوق كل غرزة حشو غرزة حشو أخرى، كل غرزة حشو فوقها غرزة حشو، لن نحتاج لأي شيء آخر. نفس الطريقة لن نقطع الخيط، سنقوم بتثبيت الخيط الأسود، غرزة سلسال، نقلب الشغل، يجب أن لا نفوت الخيط الأسود، سنقوم بغرزة حشو فوق أول غرزة، ثم فوق كل غرزة حشو غرزة حشو ثانية. لن نقوم بأي شيء آخر سوى القيام بغرز الحشو فوق كل غرزة حشو كما ترون.
نستطيع القيام بقطع الخيط الوردي بعد ما قمنا بالتثبيت. ثم نكمل غرز الحشو. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو ثانية كما تشاهدون هنا. أرجو أن يكون العمل واضح لأن الخيط رفيع جدا. لن نقوم بالتزايد، فقط فوق كل غرزة حشو غرزة حشو ثانية. كما تشاهدون هنا نقوم بنفس الطريقة إلى أن نصل لآخر العمل. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. بهذه الطريقة إلى أن نصل إلى نهاية السطر، سنقوم بغرزة منزلقة عند البداية هكذا، ثم نقوم بقطع الخيط. نقوم بغرزة استفسار ونجذب الخيط. هكذا نقوم قد أتممنا الجزء الثاني من القطع المشتركة لجميع الورود. أرجو أن يكون طريقة العمل واضحة وغير متعبة لأن الخيط رقيق جدا. في الحلقة القادمة سنقوم بعمل هاتي الوجهتين وتنتهي القطعة المشتركة لجميع الورود. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.